اهدي، ده غش يا اسامه، وانا ما لعبش معاه ومش هكمل الشغل ده، حرام. انا قلت لك قبل سابك الا الحرام يا اسامه. يا اخوانا يا ريت نهدى، مش كده ما تسمعوش الناس بينا. بقول لك ايه يا ابن عمي، انت كده بتعوق وانا لسه شريك. ده شريني ولا شريك، حتى الله ما بيني وما بينك، من النهارده انت مش صاحبي. يا جدع انت مش صاحبك ايه بس؟ انت وصل لك مني لحد دلوقتي فوق ال 100,000 بلبل، انت هتعمل فيها شريف؟ اجيبهم لك؟ ارجعوا لك جشت جشت وشنيشني، هو انت بتشبع عليا ولا ايه؟ فوق يا سامي، انا الكوماندر، انا من عيلة ابو شديد يا ولد الغوازي. لا 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 يا كده يا اخ جابر، لا كده 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 غلط، ما تقول له حاجه يا دكتور. لا 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 يا دكتور باشا، اصل الناس دي فقريه وانا عارفها كويس قوي. هو ده بقى فقركم اللي انتم مش عارفين تفوتوه، ماشيين بالزماره طول النهار عمالين تقولوا احنا ولاد كذا ومن بيت كذا وانتوا كذا، ما حدش فيكم بتقدم خطوه. سامي ولد الغوازي ده اللي مجوزك، سامي ولد الغوازي ده اللي مشغلك، سامي ولد الغوازي ده اللي بيصرف على جابر ابو جديد لحد النهارده. تصرف على مين يا سامي؟ تصرف على مين؟ رد عليا، شغلي معاك انا مش شغال. ايه هتشغلني بالعافيه؟ مش هوقك يا ابن عمي، مش هوقك. بس خد بالك، انت اللي قلت الا الغدر، انت متصور مليون فيديو وانت شغال في المضروب. ايوه فعلا ده حصل، حصل فعلا فعلا حصل. عايز تحاسب، حاسب على نفسك الاول. ربنا يسامحك ويانا. استهدى بس بالله كده، استجابر واحد الله. بعد عني وعزت وشلالتي اللي قفلكك نصين. بعد علي ده تنرجع على الجلائنا عليكم. واحد الله طيب، واحد الله. ايوه صيدلية بنها اتشمعت وخدوا كل اللي فيها وخدوا الدكتور كمان. اوكي يا مهرة يا مهرة يا مهرة يا مهرة يا مهرة، والله العظيم احنا جايناش نصالحك. خلاص بقى خلاص خلاص. بالراحة، اوعوا. انا كمان جيت معاه علشان انا كمان غلطت ومش هعمل غلط ده تاني. والمفروض ان انا بقى اصدقكم. يا مهرة يا مهرة، والله العظيم ما هيحصل تاني، ولو رجعتي بيت ابوكي هتلاقي كل حاجة زي ما هي، وانا مش هعلي صوتي عليكي تاني يا ولد. والله بحبكم. ايه اللي وداك فيلا العين السخنه مع يمنى من غير ما تقول لي؟ هي فاجئتني على فكره. فاجئتك؟ ده لو زيدان شم خبر هيفرمك انت وهي. طب قولي لي عايز اعمل ايه وانا اعمله؟ عايزك تختفي اسبوع. اسبوع؟ ده كانت تقلب عليا الدنيا. جرايا انت هترد عليا كمان؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ تحب ارجعك مكان ما جيت؟ مش كده، انا بس خايف لا تغدر بيا، وبعدين انت عارفه انها غداره ممكن تلعب بدلها بره. مش هتغدر بيك يا حليوه، يا اللي مالي هدومك يا مسبلاتي، ما تخافش، ما تقدرش تستغنى عنك. بس انت لو اختفيت دلوقتي ورجعت لها على شوقه، لو طلبت منها مبلغ كبير هتديهولك على طول. تخاف عليك تختفي تاني؟ ماشي، لو كده عايزين اختفي من امتى؟ تختفي دلوقتي. ماشي اختفي من دلوقتي. استنى، هي يمنى كانت مديك شيك بمية ألف جنيه؟ انت عرفتي منين؟ حصل ولا ما حصلش؟
حصل. طب هات الشيك. طب ما انا هفكه وهديك نصيبك. لا انا هديك نصيبك 50,000 كاش ويلزمني الشيك اللي هي ماضيه عليه بايديها. ربنا يستر. اسمك منور في الشيك. تلميذك برضو. عايزة حاجة تاني؟ سلامتك. سلام. ايه مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ في حاجة في الشغل؟ لا الدنيا ماشية زي الفل. انا بس اللي تعبان. ليك حق تتعب. اللي يشتغل في الشمال لازم يتعب ويتضايق. شمال ايه؟ فيها مغرب. فين الفلوس مش على قد شغلانتك يا كوماندا؟ انا متجوزه سواق. لا اله الا الله. طب ما انا سواق، حد قال لك يعني اني رجل اعمال؟ والسواق يشيل مسدس ليه؟ واه تفتشني؟ هو ايه اللي فتشك؟ هو اي كلام وخلاص؟ المسدس بيعمل ايه في اوضه نومي؟ مسدس انا ورثه اكبر عن جد، المسدس عادي عندنا في الصعيد. الكلام ده في الصعيد هنا لا. بقول لك ايه؟ انا مش مكسور نصين، جابر بتاع الصعيد هو جابر جوزك. دي في مخك ايه؟ قولي لي. حاجتي ما تتبسش يعني، ولا عايز ايه منتك؟ عايز اطمن على اللقمه اللي باكلها يا جابر. ولو شكيت فيها حكايتها هتخلص معاك يا جابر. يا بنت الناس، بلاها الكلام اللي ملهوش عايز ده. يمين بالله الفلوس دي فلوس شغل وبتتورط، والمسدس ده ملوش صالح بالشغل واصل. ما انا حاطه في الدولاب قدامك اه، هتشوفني ماشي بيه في الشارع بقتل في خلق الله وبطوع عيارات. ثلاثة بالله العظيم كلامي صدق؟ مصدقاني؟